ما كانت غتكون طائرة خاصة، وكانت غتكون رحلة صعبة وصعبة جدا، لأن فيها 24 ساعة بالذهاب و 24 ساعة في الإياب. احنا تنشكرهم بهذه المناسبة، تنشكروا كذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية لارواي لماروك كي يجيو للجو. إذن الذهاب هو غيكون اليوم إن شاء الله، والرتور غيكون يوم الخميس على الساعة 1:30. فالفريق مستعد، الجميع مؤهب باش إن شاء الله. عندنا جوج مقابلات حارقة، المقابلة ديال الأربعة والمقابلة ديال الديربي. فالمقابلات الأربعة حنا عندنا ثلاثة نقط في هادشي ديال لا تشامبيونز ليغ، المهمة النقط. عندنا ثلاثة نقط، والغاية منا هي نجيبو ثلاثة نقط أخرى من زامبيا، هي ستة نقط، وإن شاء الله باش نوجدوا الفريق وننتصروا في الديربي يوم 21. فهاد المستوى جميع الفرق هي عندها حظوظ، وخير دليل على ذلك فالفريق السنغالي تنغيرت، لأنه فريق مغمور والظروف ديال المقابلة كل شيء تعرفها وقسنة. إذن كل شيء الفرق متساوية، فريق رجاء رياضي تستعد جميع الفرق كما كان نوع ديالهم، لأن فات مستوى هذا ما كاينش فريق ضعيف وفريق قوي. محسن متولي أنا ما عرفتش واش كونفوكاس لا ولا لا، ما يتدرب، وكل ما يقال على محسن متولي حشومة. الإنسان يقول ذلك الكلام، هو كابيتان ديال الفريق، لاعب مهم، لاعب مؤثر في الفريق، لاعب عطل كثير ومازال يعطل كثير. كانت عنده بليسير، عنده انتاسمون دي كوت، تنظن تشافى راه تيدرب مع الفريق، وسي سلامي كيديسيد اسكي فالو كونفوكي وي ولا.